يعني طبعا لاحظنا بالفترة الأخيرة اشتداد القصف على مناطق الغوطة الشرقية، وبالتحديد مدينة دوما ومدينة زملكة. إن كان يعني من الطيران النظام الحربي ولا الطيران الروسي، طبعا هل هن عم يدعوا إنه عم يستهدفوا الإرهابيين أو القوات المسلحة أو شيء؟ نحن لاحظنا إنه كل العالم اللي عم تموت بالغوطة هم مدنيين وأطفال ونساء. إذا كان بدهم عن جد يستهدفوا الإرهابيين، يستهدفوا المقرات العسكرية أو يستهدفوا الجبهات، وهن عم يدعوا بحجة إنه داعش، عم يقصفوا داعش. وطبعا هون كل الدنيا بتعرف إنه الغوطة الشرقية خالية تماما من تنظيم داعش، ما موجود ولا أي عنصر لتنظيم داعش داخل الغوطة الشرقية.